عملية هي الأولى من نوعها في المغرب. مستشفى ابن سينا بالرباط ينجح في إجراء عمليتي زراعة كبد من متبرعين أحياء في ظرف قياسي. إليكم التفاصيل. فريق طبي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط تمكن بالتعاون مع فريق مستشفى بول كروس من إجراء عمليتي زراعة كبد من متبرعين أحياء من الأقارب. المركز أوضح في بلاغ له أنه تم إجراء عملية طارئة لزراعة كبد لعلاج التهاب الكبد الخاطف لدى شابة تبلغ من العمر 19 سنة تعاني فشلا كبديا حادا في مرحلة الغيبوبة، وذلك باستخدام فص الكبد الأيسر للمتبرع به من والدها البالغ من العمر 53 سنة. وبعد أقل من 36 ساعة تم إجراء عملية زراعة كبد ثانية لصالح مريضة تبلغ من العمر 65 سنة تعاني تليفا كبديا متقدما بفضل تبرع ابنتها البالغة من العمر 33 سنة بفص كبدها الأيمن. وذكر المركز أن هذه التدخلات الجراحية الأربعة المعقدة مكنت من إنهاء برنامج مبتكر بنجاح لنقل الخبرات المتعددة في التخصصات الطبية والجراحية والتمريضية في مجال زراعة الأعضاء من متبرع حي، والذي بدأ في سنة 2019 في المعهد الوطني للأنكولوجيا. شاركونا آراءكم.